احمد عبد الله محمود كان اول اختيار ليا، كان في حوريه فرغلي بس اعتذرت لاسباب شخصيه، وبعدين رشحنا ناهد السباعي عجبها السيناريو، وطبعا زكي فطين ومع البزاوي وسام محمد علي كلهم ناس اشتغلت معهم قبل كده يعني. عملت الكاستنج وشفت الناس، بس هو احمد عبد الله من اول الناس اللي شفته للدور بتاع علي، حسيت ان هو ده يعني المناسب، فالدور ده على طول اتسكل لاحمد يعني. احمد محمود مش اختياري، الاختيار الاساسي احمد محمود هو خالد الحجر. انا اختياري كان اكتر ناهد السباعي، فهو كان شاف احمد محمود وعجبه جدا، وحقيقه وحتى هو بيكتب كان المشاهد متخيل احمد محمود هو اللي بيعملها، فلازم انا كمان لما اشتغل مع مخرج يبقى في ثقه متبادله بيننا وبين بعض، فهو شايف كده، واحنا حقيقه التجربه دي كنا عايزينها كده، كنا عايزينها جديده بناس مش معروفين قوي، والمهم انه الناس في الاخر تصدق اللي شايفاه على الشاشه. هو موضوع جميل، وعايز اقول لك موضوع احب ان انا اعمله، بس طبعا افلام يوسف شاهين واستاذ جابي خوري لما يختاروا ناهد فده شيء جميل جدا جدا.